مساء الخير. كي داير اخويا؟ بخير الله يحفظك يا اخويا، انت مزيان؟ الله يحفظك لي يا اخويا. زين، الله يكبر بيك، مرحبا والف مرحبا، تفضل. معك اشرف. شحال في السن ديالك؟ 27 عام. اشرف، منين السي اشرف؟ نعم، منين المدينة؟ كازا. تريح. والله الا كازا. تريح. لمن باغي دير التيست دا اشرف؟ الخطيبة ديالك. شنو بلاصة في كازا اشرف؟ حي حسن. حي حسن، تريح الشارع. وما كاين العمالة قديمة. اه، لمن باغي دير التيست، شنو سميتها والمدينة والعمر؟ سميتها نسرين. نسرين، مدينة شنو مدينة تا هي؟ تا هي كازا. خليكم معايا نجاوب واحد البنت اللي كانت انت متكبر، راه نعمة ولا نعيمة؟ 20 عام الدري عنده 20 عام، راه ما غاديش تقدر تفهم معاه، راه باقي صغير العقل ديال البنت. عندها 20 عام اوكي، ولكن الدري عنده 20 عام، انا ما نتفاهم معاك، راه طامل دي فوا فاش كنصوني عليهم كنلقى معاهم مشكل، فهمتي؟ داكشي باش ما بغيتش نضيع الوقت. شحال في عمر نسرين؟ 28. كبر من عليا المهمات زي ما فيها باس، ماشي مشكل. شحال انت وياه مع بعضياتكم دابا؟ شي 3 سنين. 3 سنين، شنو العلاقه اللي كتجمعك انت وياها؟ علاقة حب ومودة ورومانسية. يا سلام يا سلام يا سلام، خاطبها ولا لسه؟ لا باقي دابا الكتاب ان شاء الله نخطبها من بعد. اوف، ارى لي النمرة ديالها. صفر، زيد زيد زيد، شحال؟ زيد زيد زيد. انا غنشوف هاد النوع واش غنقول ليها انت عندنا بلا واحد شوش غيقول. اشرف وي، راني غنتعنب عليها غير واحد شويه. خود راحتي. الله يكبر. ما مشغلش دابا المرشد المرة. واش هاد النمرة طافية؟ لا لا، تكون بالثلاثة واقيلا. علاش بالثلاثة؟ ما مشغلش دابا المرشد، خليو رسالتكم من بعد الإشارة الصوتية. علاش علاش بالثلاثة؟ كنت تقول عاد ولا عاد دوب النمرة؟ والله ما عاد. امتى اخر مرة انت هضرتي معاها؟ نعم، امتى اخر مرة هضرتي انت وياها؟ غتكون بالدلاتة، حيت انا ابل ما دوش معاها، كندوي معاها في الواتساب. شحال هادي ما هضرتيش مع ابل نورمال؟ شي شهرين دابا، حيت هي كتقول دول الخليج كتقول لي خدامة، فهمتي؟ قالت لي حتى ندخل المغرب عاد باش كنخدم. كاينه في الامارات؟ لا، في قطر السعوديه. خدامه تما؟ خدامه، ولكن شنو الخدمه الله اعلم. مشكله يا الله، الله يسهل عليها. والله يسهل عليها. الله يسهل عليكم بجوج. المهم ماشي مشكل، راه خدامه، اهم حاجه هو خدامه. والله اخويا ما قراتيش ديال الخط قسم، عطيني الواتساب ديالو صغير في الواتساب. راه ورا ندير الواتساب، دخل عند الواتساب. يلا بلاش كاين دابا، ركز معايا مزيان، واش كاينه في قطر ولا كاينه في السعوديه باش نعرف انا نقول لها شي واحد اتصل بيا من ديك البلاصه اللي فيها هي. شو سميتها؟ نيس. بغيت نجيب لك النمره ديالي ديال تماي بالله. غنقول لها النمره باش كتبدا تما، وانا غنعرف فين كاينه. الى 966 راه كاينه في 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 الامارات، في في السعوديه. بلاتي هي النمره فيها الواتساب، انا نصوني شنو غطلع ابيرو. كاتصوني صافي، سكت سكت. الو، ما تهضرش. الو، السلام عليكم. السلام. مساء النور والسرور. لنا نسرين هذه؟ لا خويا، ماشي نسرين. مأكدة؟ لا. شنو الاسم ديالك؟ تكون معايا بعدا ويلي. غير قولي بعدا شنو الاسم ديالك باش نشوف مع النمر عندي في التليفون باش توصلني. شكون معايا؟ انت اللي صوتي ليا. وغير قولي انت شنو هو الاسم ديالك خويا. شكون معايا؟ انت كاينه في هلا والله. شلون الاخبار الشعلومش؟ والله اشتقنا لك. لا لا، خليك خليك، والله ما تقطعي، والله ما تقطعي، بغيت انا نهضر معك في واحد الموضوع.
صافا عليك بعدا بخير. دي معي المهم بغيتي تقولنا الاسم ديالك ولا لا؟ قولي شنو بغيتي تقول. وغاش واش غتقولي الاسم ديالك ولا ندخل في الموضوع ديريكت؟ ندخل في الموضوع ديالك ما نقولش الاسم ديالي. معاك السي محمد السريري. عرفتيه؟ جانا اتصال من عند واحد السيد ما عرفت واش كاين في قطر ولا كاين في السعوديه، ما بقيتش عاقل بالضبط، ما كنفهمش الهضره ديالو. كيهضر معايا ديك الهضره، شلونك شخبارك؟ قال لي انا بالصدفه بعث لي صديق البث بتاعك وعجبني المحتوى بتاعك وبدي اسوي، يعني قالها لي بحال كاختبار لبنت تعرفت عليها. محمد سرير، انا كنتفرج في اللايف ديالك ياك. آه. وما نقولش شكون هذا، ما عنديش غنقول. لا لازم تقولي. لا ما راح اقول. لا شوفي شوفي شوفي، انا نقول لك اللي كاين. انا قلت لك صنع عليا بدا كيهضر معايا بهذيك، هلا والله قال لي راه تعرفت عليها هنا، وانا ما عرفتش، ما كان ما عرفتش نهضر معاه، زعما قال لي في البلاصه اللي انت اللي هو. لا ما كنعرفش خليجيين، انا ما عنديش مع صحاب هنا والله. وراه هادشي اللي قال لي، بعث لي الصديق بثك وعجبني، وانا بدي اعمل الاختبار لبنت احبها عشان اتزوج انا وهي، وقلت له ما يخالف. وانا ما سميتش نسرين. شو اذا كذبتي عليه في الاسم يعني؟ والله ما سميتش نسرين. وياك ما كتعطيهم تما اسم مستعار؟ لا خويا انا ما عنديش مع صحاب. والله احلفي. والله يلا قولنا شنو سميت السيد اللي انت وياه في علاقه. ما عندي، ما نقولش انا، علاش غنقول نسرين؟ الله يسلمك. المهم اكس، قولي لي الحرف الاول باش كيبدا الاسم ديال الدري اللي انت وياها في علاقه. بلا ما تدخلي اللايف، وانت ما دخلش لايف، والله ما دخل لايف. دابا واش نتا ياه كتقول لي انا ما اسمش نسرين؟ واقيلا انت عندك شي اسم كتعطيه لدوك اللي ما كتحمليهمش، وربما هذا شي واحد لصقك على النمره وقلتي لي سميت نسرين. عادي جدا، هذيك كنايدك عليها. المعلومات ديالك شي واحدين ما كتبغيش تبارطاجيو معاهم، كتبغي غير تفكي. شي مره مثلا شي طاكسي ان درايف كيقولك شي سميه شي قيد، كتعطيه سما، كتبغيش تعطيه سميتك. يعني حتى الناس مثلا، انا عطيتك غير اكزومبل، واش فهمتي؟ عطيتك غير مثال. شي مرات شي واحد كيقضي معاك واحد الغرض وكيحرجك كيقولك النمره، كتحشمي تقول ليه لا ولا هذه، كتقول ليه ها كيقول سميتك، كتقول ليه رقوش ولا شي سميه ماشي هي هذيك. يعني بلاتي دابا انت عندك شي واحد في حياتك ولا سيليباتير مود افيون؟ انا ماشي سيليباتير. اه وشنو؟ عندي بزاف دراري. يلا لا معاك بصح، اخويا والله ما غنقول. والله ما يخالف. انت انا ما سميتيش نسرين، كون قلتي سميتي هذيك نقدر نتقبل. شو اسمك يعني؟ انت ما قلتيش شو اسمك؟ بلاش نحيد الصوت. بلاش نحيد سميتكم اللايف، بلاش الصوت من اللايف. الو، اقسم بالله العظيم باش تهضري معايا مرتاحه، اقسم بالله الا التليفون ديرو في ودني. عرفتي ديرو في ودنك؟ انا ما قلت والو. اوكي دابا سميت السيد اللي تبغي في علاقه، وشوفي انا غنبقى غير ام كان هو، راه غنقول لك هو، ما كانش هو غنقول لك ماشي هو، حيت اصلا ماشي ولد البلاد. يعاود سميتو ما سوقناش حنا ولد البلاد، خبزو بالرد هو الاول. شوف شوف شوف، غنقول لك واحد الحاجه، هذاك اللي انا معرفه اللي كنت معاه ماشي يلاه كنت معاه. عاد هادي بسالي انا وياه. يلا قولي غير الحرف باش كيبدا سميتو. صافي ما عارف، انا دايما هو عارف راسو. وقولي لي انت انا وياه هو اللي غيسولني. عام باش وانا نتفاهم. خليك معايا نهضر معاه. هلا. الو. السلام عليكم. اشرف هذاك. وانا واش انت كنتي فاق مع عام هادي؟ قلت لك تيجي شهرين هادي وكتهضر معاها. واش دابا ملي فهمتي كنتفكرها مره وبلاتي هي بعدا اصلا ما سميتهاش نسرين. نادي سكرتو ما عرفتيش الشاب ديك عرفتيها اللي فلات. نسرين اكس. الو اكس. هلا صافي اختي، راه وصلت لواحد الفيزيبل بعد الله. ما سميتيش نسرين، غلطتي في النمره والله. صافي مرحبا. المهم هلا والله، قال لك انقطع وفاكاش ويستر يونيو هذاك الشيء.
ممكن ممكن يلا انا وصلت لواحد الطريقه اختي مسدوده ولقيت منين ندوز صافي. يا خويا ما يخالف ما يخالف. وا رب العالمين راه ما يمكنش دو. سيت سكران قال لك شارب هذيك البيره.